إذا ولست المرأة على الرجل في عيب من العيوب علما أنه لم يكتشف هذا العيب إلا بعد الدخول بها، هل هذا يبرر؟ إذا ولست المرأة يعني دارت عليه على الرجل عيبا من العيوب علما أنه لم يكتشف هذا العيب عندها إلا بعد الدخول بها، فهل هذا يبرر إنهاء العلاقة؟ هذا بينه وبينها، إن شاء أنهى العلاقة وإن شاء اتصل بالمحكمة والمحكمة تنظر الأمر، هذا بينه وبين المرأة. إذا عرف عيبا فليس كل عيب يوجب الفسخ، وليس كل عيب يقتضي التراف إلى المحكمة، بل هذا بين الزوج والزوجة، إن رأى عيبا يمكن الصبر عليه صبر، وإن رأى عيبا يعني يوجب الفسخ سأل أهل العلم وسأل المحكمة وعرض عليها الأمر، وإلا أحسن وطلق من غير شيء، وإلا اتفق معهم على شيء يرضونه به وطلق. هذه أمور داخلية بين الرجل والمرأة.